بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة مع انطلاقات السباق المحلي الرابع. نتابع منافسات سن الحقائق لشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن الأشواط المفتوحة. ينطلق على بركة الله مشاهدي الأعزاء شوطنا الثامن وهو خاص للأبكار، ونتابع أول المراكز وأول التحديات. المرونة على أول المراكز لهجن إنتاج أم الزبار على مقدمة هذا الشوط لهجن إنتاج أم الزبار بمتابعة المضمر عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة من يتابعها في التضمير وفي الانطلاق على أول المراكز، بينما المركز الثاني وهاجة لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني والمضمر عبد الرحمن بن سالم بن خليفة الكبيسي من يتابع انطلاقة وهاجة مع ثاني المراكز. المركز الثالث نتابع جنى بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ومتابعة المضمر الصارم محمد بن برقان بن مقارح، يقدم لنا جنى على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع كحيلة تأتي على مستوى رابع المراكز لهجن إنتاج أم الزبار والمضمر فراب محمد بن حمد بن قريع المري من يقدم لنا انطلاقة كحيلة على مستوى المركز الرابع، وكذلك القادمة والمنطلقة مشاهدي الأعزاء الذيار في خامس المراكز لهجن إنتاج أم الزبار والمضمر جابر بن علي بن جابر النجم المري يقدم انطلاقة مذيار في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، ونذهب مباشرة مشاهدينا الأعزاء نذهب إلى المرونة على أول المراكز لهجن إنتاج أم الزبار والمضمر عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري أحد شبابنا المضمرين اللي يقدمون هذا الشعار المميز، شعار هجن إنتاج أم الزبار. هنا تنطلق مشاهدي الأعزاء في أول المراكز، هذه المرونة مشاهدي الأعزاء تنطلق في هذا التحدي وتريد أن تنتزع هذا الناموس المميز. المركز الثاني وصلت وهاجة لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني مع ثاني المراكز ومضمر عبد الرحمن بن سالم بن خليفة الكبيسي، وشعار هنا مشاهدي الأعزاء شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مع جنى على ثالث المراكز والمضمر الصارم محمد بن برقا بن مقارح المري من يتابعها في عملية التضمير، بينما المركز الرابع ناخذ المركز الرابع كحيلة لهجن إنتاج أم الزبار القادمة والمنطلقة في رابع المراكز مع المضمر فراب بن محمد بن حمد بن قريع المري، بينما المركز الخامس نختم النداء مع مذيار لهجن إنتاج أم الزبار والمضمر جابر بن علي بن جابر بن نجم المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمس الأولى، ونعود مباشرة إلى الصدارة إلى المرونة على المقدمة. الله، المرونة على الصدارة لهجن إنتاج أم الزبار والمضمر عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري يريد أن يهدي السلامات لهجن إنتاج أم الزبار مع هذا التقدم المميز والرائع، ولكن وهاجة مع ثاني المراكز والقادمة كحيلة في المركز الثالث، وهنا أيضا تنضم نوادر إلى دائرة النداء والإذاعة لهجن إنتاج أم الزبار والمضمر ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الخامس نتابع القادمة والمنطلقة سياسة لهجن إنتاج أم الزبار، ولكن هنا مشاهدي الأعزاء المرونة مشاهدينا الأعزاء على المقدمة على الصدارة لهجن إنتاج أم الزبار بمتابعة عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري على الصدارة على المقدمة، ولكن وهاجة مشاهدي الأعزاء، وهنا أيضا مشاهدي الأعزاء كحيلة وهاجة اللحظات الأخيرة، الناموس خط النهاية مع كحيلة، وهنا أيضا وهاجة مع المقدمة، والمرونة تعود مرة أخرى لتعلن المنافسة والتحدي، ولكن وهاجة على الصدارة والمرونة تخطف هذا الناموس المميز في اللحظات الأخيرة. تهانينا وناموس لهجن إنتاج أم الزبار، والتهنئة إلى المضمر عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري من تابع المرونة بالمقدمة والصدارة. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني
وهاجة لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني. المركز الثالث كحيلة لهجن انتاج أم الزبار، بينما المركز الرابع جاءت في سياسة لهجن انتاج أم الزبار، بينما المركز الخامس حلت في مشاهدي الأعزاء نوادر لهجن انتاج أم الزبار. يا سلام، هذه المعركة، هذا التحدي هنا مشاهدي الأعزاء في ميدان التحدي. حضر شعار هجن انتاج أم الزبار مع المرونة، تهانينا والناموس للمضمر عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري، من أهدى السلامات لشعار انتاج أم الزبار بهذا الناموس المميز والتوقيت الرائع. 4 دقائق 44 ثانية و34 جزء من الثانية، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني كما نتابع وهاجة وكذلك كحيلة في موقع واحد، والفوتو فينش في هنا مشاهدي الأعزاء، الدخول الجماعي في هذا المركز، ولكن وهاجة هي صاحبة المركز الثاني. تهانينا وناموس لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني. التوقيت الزمني 4 دقائق 44 ثانية و48 جزء من الثاني، تهانينا وألف مبروك للمضمر عبد الرحمن بن سالم بن خليفة الكبيسي. بينما المركز الثالث حلت فيه كحيلة لهجن انتاج أم الزبار، والتهنئة موصولة للمضمر فراب بن محمد بن حمد بن قريب.